مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار العالم تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس البرازيلي تسلمها عبد الله بن زايد. بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، الإمارات تنفذ إجلاء طبيا عاجلا ل 252 مصابا برفقة عائلاتهم من غزة. أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى استقباله في أبو ظبي معالي ماورو فيرا وزير الخارجية البرازيلي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية، خاصة مع احتفاء البلدين العام الجاري بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية في يونيو 1974. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لي تشانغ رئيس مجلس الدولة الصيني في قصر الوطن بأبو ظبي، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى الدولة وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس صباح اليوم. نفذت دولة الإمارات بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية اليوم مبادرة إنسانية طارئة لإجلاء 97 مصابا ومريضا في حالات حرجة من قطاع غزة، من ضمنهم مرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف، وذلك برفقة 155 من أفراد عائلاتهم. المزيد في هذا التقرير. بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة إنسانية طارئة لإجلاء 97 مصابا ومريضا في حالة حرجة من ضمنهم مرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف برفقة 155 من أفراد عائلاتهم، من ضمنهم 142 طفلا، وقد تم نقلهم من قطاع غزة إلى أبو ظبي انطلاقا من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبو سالم لتلقي الرعاية الطبية الفائقة. وتأتي عملية الإجلاء وهي الثانية من مطار رامون في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين، لتؤكد التزامها الراسخ لدعم الشعب الفلسطيني خلال الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها القطاع. دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة قامت بجهود حثيثة لتعزيز الاستجابة الإغاثية تجاه المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قامت بإجلاء 1665 مريضاً ومرافقاً في المبادرات السابقة، ليصل عدد المرضى والمرافقين إلى 1917 مريضاً ومرافقاً. كما قدمت دولة الإمارات ما يزيد على 40,000 طن من المساعدات الملحة من إمدادات غذائية وطبية وإغاثية عبر 10 بواخر و1300 شاحنة و316 طائرة و104 عمليات إسقاط جوي ضمن عملية طيور الخير التي تم من خلالها إسقاط أكثر من 3450 طنا من الجو فوق شمال غزة. إلى تطورات التصعيد في غزة، حيث أعلنت وكالة الأونروا عن مقتل ستة من موظفيها في غارتين جويتين على منطقة النصيرات وسط القطاع، وبينت الوكالة أن هذا أعلى عدد من القتلى بين موظفيها في واقعة واحدة. وكانت أعلنت الجهة الفلسطينية في غزة مقتل 14 شخصا على الأقل في غارة على منشأة تديرها الأمم المتحدة في وسط غزة، وتبين أن القصف استهدف مدرسة سابقة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
ومع تواصل القصف الإسرائيلي كرر مسؤولو العمل الإنساني في الأمم المتحدة أنه لا مكان آمن في قطاع غزة، إذ تفتقر المنطقة التي صنفها الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الإنسانية إلى كل مرافق الحياة. فما هي أبرز مقومات منطقة الإخلاء؟ هذا وأدت الحرب الإسرائيلية في غزة إلى انقطاع التعليم في جميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وحرم القتال أكثر من 600 ألف طالب وطالبة من حقهم بالتعليم المدرسي. نتابع. يقولون العلم نور والجهل ظلام، ولكن الوصول إلى نور العلم في غزة يبدو صعبا بسبب مواصلة القتال الذي عطل الدراسة للسنة الثانية، خطوة يعتبرها سكان غزة عقابا جماعيا يستهدف المسيرة التعليمية. وهنا يدرك الطلاب وأولياء أمورهم أن المدارس أصبحت ملاجئ ومراكز للإيواء، وأن استهدافها مهما كان قاسيا لن يثنيهم عن طلب المعرفة حتى ولو في فصل بين زحام النازحين. الاحتلال دمر كل المدارس ودمر كل الجامعات، دمر كل مؤسسات التعليم اللي في غزة، مع كل حتى الروضه ما لهاش دخل تاعت الاطفال دمرها. ما فيش مؤسسات تعليميه اطلاقا في قطاع غزه، لكن الناس بتحاول تعمل لو من خلال خيام. هذه المدرسه وهذا الركام هو ميراث الطائرات الاسرائيليه في الصراع الدائر، حيث سيحرم اكثر من 600 الف طالب من الخدمات التعليميه. مدارس اصابها ما اصابها من القتال، ولكن مع وجود هذه الأضرار إلا أن العديد من المعلمين لم يعتزلوا التدريس، بل قاموا بتقديم المعرفة للطلاب من فوق دمار بيوتهم المهدمة. أنشأنا الخيمة التعليمية من فوق الركام، يعني من فوق ركام من المنزل أنا اللي بعيش فيه، عملت خيمة تعليمية. في الصراع مع غزة قررت إسرائيل وأيدتها طائراتها أن تجعل المدارس أحد أهداف صواريخها. هذا هو ما تبقى من مدارس، وبرغم الأضرار في المباني التعليمية إلا أنها ما زالت قادرة أن تزهر من تحت الحرق والركام. ما في أي حاجة في المدرسة، البنية التحتية والخدمات اللي تابعت المدرسة مدمرات كليا، المدرسة شبه معدومة نهائيا، لا تصلح حتى كمان للتعليم، ولكن احنا محافظة على التعليم حاولنا نوفر لطلابنا على سبيل أن يكون التعليم دائما مرسوخ في ذهنهم. القرار الإسرائيلي بتضييق الخناق على المؤسسات الحيوية مثل الصحة والتعليم تجعل من القطاع مكانا لا يرتقي إلى مستوى السجن، لأن السجون في النهاية تتحمل مسؤولية نزلائها، أما غزة فلا أحد يتحمل مسؤولية ما يحدث فيها. لقنوات أبوظبي، وليد عبد الرحمن، غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة بجنوب مدينة طوباس. أكدت الوكالة أن فلسطينيا يبلغ من العمر 46 عاما قتل فجر اليوم من جراء إصابته برصاص قناص إسرائيلي في القلب،
ويأتي ذلك في ظل تصعيد العسكري الإسرائيلي من خلال تنفيذ قصف جوي إسرائيلي في مدينتي توباس وطول كرم شمال الضفة الغربية، والذي أودى بحياة 8 فلسطينيين يوم أمس. وما زالت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في مدينة طول كرم لليوم الثالث على التوالي. نشرة أخبار العالم متواصلة مشاهدينا، تتابعون فيها بعد فاصل قصير. الولايات المتحدة تطلب من أوكرانيا تفاصيل خططها قبل السماح لها بضرب أهداف داخل روسيا. مشاهدينا أهلا بكم معنا من جديد. ذكر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما يلتقي معه في وقت لاحق من الشهر الجاري رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة لشن ضربات أعمق داخل الأراضي الروسية. من جهتها طلبت الولايات المتحدة من زيلينسكي تقديم التفاصيل الاستراتيجية التي يعتزم تبنيها في شن ضربات في العمق الروسي قبل الموافقة على رفع القيود، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. وأشارت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أنهما منفتحتان على طلب أوكرانيا باستخدام الأسلحة التي يزودها بها الغرب للضرب بشكل أعمق داخل روسيا، رغم المخاوف من زيادة تصعيد الصراع. اجتذبت المناظرة الرئاسية الأمريكية بين نائبة الرئيس المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب 57 مليونا و500 ألف مشاهد عبر 7 شبكات تلفزيونية وفقا لبيانات نيلسون الأولية. وتتجاوز هذه الأرقام أعداد المشاهدين الذين تابعوا مناظرة ترامب مع الرئيس جو بايدن في يونيو الماضي والتي بلغت نحو 51 مليون شخص. في أخبار أخرى، قالت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم في أول عملية إطلاق لها منذ أكثر من شهرين. وأفاد خفر السواحل الياباني أيضا بأن مقذوفا يعتقد بأنه صاروخ باليستي أطلق من كوريا الشمالية سقط بالفعل. وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصدر حكومي ياباني أنه لم ترد تقارير عن أضرار ناجمة عن الصاروخ المزعوم. بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس البرازيلي تسلمها عبد الله بن زايد. بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، الإمارات تنفذ إجلاء طبيا عاجلا ل 252 مصابا برفقة عائلاتهم من غزة. ختام نشرة أخبار العالم، كنا معكم من مركز الاتحاد للأخبار مشاهدينا، شكرا على متابعتكم، دائما في أمان الله. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الاقتصاد التي نستعرض فيها أهم أخبار المال والأعمال، ونبدأ بالعناوين. 106 مليارات درهم استثمارات جديدة للبنوك العاملة في الدولة بنهاية يونيو الماضي. بي جي آي إم التي تدير أصولا بأكثر من تريليون و330 مليار دولار تفتح مكتبا لها في سوق أبوظبي العالمي. مجموعة مير للاستثمارات الاستراتيجية تطلق عملياتها في أبوظبي. أهلا بكم.
تشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وبما يعادل 367 مليار درهم بحلول عام 2030. وقال الرئيس التنفيذي لمنصة بوتم أن الدولة تواصل تعزيز مكانتها كلاعب رائد في اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث يستعد هذا القطاع إلى نمو هائل. وتشير التوقعات إلى أنه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة قد يصل إلى 184 مليار درهم بحلول 2031. وأضاف أن هذا النمو يعود إلى الاعتماد الواسع النطاق في قطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية والخدمات الحكومية. ارتفع الرصيد المتراكم لاستثمارات البنوك العاملة بالدولة بمعدل 18.14% بما يعادل 106 مليارات درهم ليبلغ أكثر من 680 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 574 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2023. وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن الاحتياطات الإجمالية ارتفعت بقيمة 104 مليارات و700 مليون درهم لتبلغ 578 مليارا و800 مليون درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 474 مليار درهم بنهاية يونيو 2023. وجذبت البنوك ودائعة جديدة بقيمة 148 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، ليرتفع الرصيد الإجمالي من 2.230 مليار درهم إلى 2.400 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي. حصلت شركة بي جي آي إم ذراع إدارة الاستثمار لشركة التأمين الأمريكية برونشال فاينانشال على ترخيص تقديم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من مديري الأصول الوافدين إلى العاصمة الإماراتية للعمل مع مجموعة متنامية من العملاء الأثرياء. ومن خلال تأسيس مكتبها الجديد في أبوظبي، تدخل بي جي آي إم التي تدير أصولاً بقيمة 1.330 مليار دولار رسمياً إلى أسواق الشرق الأوسط، حيث تسعى إلى تقديم استراتيجيات استثمارية وخدمات استشارية شاملة لعملائها. خلال حفل إطلاق رسمي، أعلنت مجموعة أمير للاستثمارات الاستراتيجية عن إطلاق عملياتها في أبوظبي لتوظف إمكاناتها في تنمية الأعمال ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وتضم محفظة المجموعة عددا من كبرى المؤسسات والشركات المحلية، وناتجة عن دم جمعيات أبوظبي والعين والظفرة ودلمة التعاونية، بالإضافة إلى سبار ومكاني. وتعد مير إحدى أكبر خمس شركات في قطاع الأغذية في دولة الإمارات، ووصل إجمالي إيراداتها إلى 2.340 مليار درهم في 2023، وتقدم خدماتها لأكثر من 65 ألف عميل يومياً. ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، اللي هي سوق التجزئة، حيث مير تمتلك حالياً 120 منفذ للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا الذراع العقاري يدار عن طريق شركة مكاني، وهي شركة أيضا معروفة في مجال المولات والمولات المجتمعية. وأيضا المحور الثالث اللي هو التصنيع الغذائي. طبعا نحن اليوم نتطلع إلى تعزيز تواجدنا في السوق المحلي اللي هو الإمارات، وأيضا نتطلع إلى التوسع في الدول الإقليمية وأيضا العالمية إن شاء الله على المدى المنظور. الدمج في علامات طبعا تجارية أجرينا فيها تحليل، وتم اختيار ثلاث علامات تجارية بعناية، اللي هي أدكوب وأيضا سبار، وهي علامة تجارية أوروبية ودولية مملوكة لمير وكوبس. We'll be right back.
المزيد من أخبار الاقتصاد والأسواق تأتيكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونستعرض إغلاقات أسواق الأسهم الإماراتية خلال جلسة اليوم. سوق أبوظبي يغلق عند 9307 نقاط، أكثر من 291 مليون و900 ألف سهم بقيمة تزيد عن المليار درهم خلال تداولات اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية. الأسهم الأكثر تداولا بالكمية أبكس للاستثمار، 38 مليون و900 ألف سهم، رأس الخيمة العقارية وأبو ظبي الوطنية للفنادق، ملتي بلاي وألف للتعليم. وبالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالقيمة في سوق أبو ظبي، وكما نشاهد 177 مليون درهم قيمة التداولات بالقيمة على العالمية القابضة IHC، والسهم عند 409 دراهم، وأبيكس للاستثمار 100 مليون درهم وعند درهمين وخمسة و 60 فلس. ثم ألف ظبي والسهم الجديد NMDC Energy الذي أدرج بالأمس، هنا 47 مليون ونصف المليون درهم قيمة التداولات، والسهم يغلق عن 3 دراهم و6 فلوس. وإلى مؤشر كذلك مشاهدينا، سوق دبي للأوراق المالية الذي أغلق عند 4364 نقطة. سوق دبي تم تداول أكثر من 96 مليون سهم بقيمة تزيد عن 320 مليون درهم. الأكثر تداولا بالكمية دريك أند سكال، جي أف إتش، الاتحاد العقارية، وكذلك الخليج للملاحة وإعمار العقارية. أما الأكثر تداولا بالقيمة فإعمار العقارية، أكثر من 47 مليون ونصف المليون درهم، والإمارات دبي الوطني 34 مليون 900 ألف درهم، ثم الخليج للملاحة، دبي الإسلامي، وجي أف إتش على التوالي. وإلى أخبارنا الأخرى مشاهدينا، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للنمو الطلب على النفط في 2024 بواقع 70 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا. وأرجعت الوكالة السبب في ذلك إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني، وتتوقع الوكالة حاليا نمو الطلب في الصين بنحو 180 ألف برميل يوميا فقط في 2024، إذ يتزامن تباطؤ في الاقتصاد الكلي مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبارنا الاقتصادية، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.